أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. روسيا ترفض عقد اجتماع عسكري وسياسي مع كبار قادة قوات قسد داخل القاعدة الروسية في بلدة تل السمن شمال الرقة بحسب وكالة زيتون. معلمو ريف حلب الشمالي يعلنون إضراباً شاملاً لمدة أسبوع كامل بعد تجاهل المجالس المحلية لمطالبهم وعدم عملهم على حلها وفق وصفهم. وفد عراقي رسمي يصل إلى مخيم الهول بريف الحسكة بالتنسيق مع قيادة التحالف الدولي، ويتفق مع إدارة المخيم على مغادرة دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. قوات النظام تعتقل عدداً من أبناء بلدة جيرود بالقلمون الشرقي بريف دمشق بعد شن حملة مداهمة واعتقالات استهدفت أكثر من 20 منزلاً في البلدة وفق شبكة نداء بوست. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد أن حجم العجز في موازنتها السنوية لاحتياجات اللاجئين في الأردن للعام 2021 بلغ نحو 166 مليون دولار. بابا الفاتيكان فرانسيس يحذر من المآسي الهائلة التي تمر ويتم تجاوزها في صمت بعدة بلدان، منها سوريا التي تعيش حرباً منذ أكثر من عقد خلفت العديد من الضحايا وعددا لا يحصى من النازحين.